الأول من يعلم. أيضا لما نحكي على شروق نيوز نتذكر قاضي بومظول اللي كان من بين المؤسسين لشروق نيوز. قاضي أرحل علينا، لكن عمره إلى نساوه ولا عمره يعني إلى أنا فقط فاتح. أنا قاضي لم أشتغل معه في الشروق، لكنني عرفت هذا الصحفي وهذا القامة الإعلامية خارج الشروق لتذكير هو أحد مهندسي شروق نيوز، وهو أول من أشرف على أول نشرة إخبارية كانت في 19 مارس 2014. ربما فاتح يعني صحيح أنه لما يتذكر شخص عزيز عليه من الصعب أنه يتمالك نفسه كما قلت. فاتح ندعو له عندنا بالرحمة ونطلبه بكل المشاهدين ندعو له بالرحمة. أرحل وشاف الثمرة تاع الجهد دياله. اليوم كاين شباب قاضي هو اللي يوظفهم، هو اللي يكونهم هو اللي يعلمهم كيفاش يصيغوا الخبر. اليوم ما شاء الله راهم نجوم في 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 الساحة الوطنية، وتعتز بهم الشروق، والشروق تعتز بهذا القامة الإعلامية. ونتمنى له في هذه الصبيحة ربي يرحمه، وتحية للعائلة ديالو، عائلة تعول أبنائه. وقاضي يعني أيضا كان من بين الناس اللي أطلقوا البرنامج الشروق مورنينغ ويكاند اللي اشتغلنا معاه مع بعض. يعني ما حش نذكره مناقبه لأنه قاضي معروف كما قلت أنت، سواء عند الإعلاميين ولا حتى عند المواطنين اللي كانوا يتصلوا في بقاعة التحرير ويطلبوا قاضي باش يوصلوا يعني النداء تاعهم. كما قلت في هذه الصبيحة نطلبوا له الرحمة، وإن شاء الله أنه زملائنا اللي تكونوا على يده يبقوا حاملين للرسالة تاعه وأوفياء للمبادئ إن شاء الله. شكرا جزيلا سامي سيوس رئيس الحي المركزي على حضورك معنا، وبالتوفيق إن شاء الله، ونتلقاو في الاستوديو الجديد للأخبار.